منخفض جوي عملاق في المحيط الأطلسي. سنرى إذا كان سيدخل المملكة مع احتمال دخول منخفض جوي أطلسي. سنعطيكم المناطق المعنية، وقد تصل تراكمات الأمطار إلى 240 ملم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر طراب الوطن. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة المهمة جدا. منخفض جوي أطلسي يدخل إلى المغرب خلال الأيام القادمة، والأمطار الرعدية ما زالت متواصلة. إخواني الكرام، فسننتقل مباشرة إلى التفاصيل. بالنسبة لتوقعات مساء يوم الاثنين، رياح قوية على الجنوب الشرقي، وكذلك مع احتمال أن تكون رياح قوية على تليوين وطاطا وإغرم وتافرة، ورياح قوية متمركزة قد تصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة إخواني الكرام للمناطق المعنية بالأمطار الرعدية، فهي مرتفعات الريف والأطلس. ستعرف بعض المناطق تساقطات مطرية رعدية خصوصا على إفران وسكورة من تاز، وقد تصل حتى فاس، ربما بعض المناطق على تازة والمناطق المجاورة. ستعرف بعض التساقطات ومرتفعات الحوز. مع انتقالنا لبداية شهر أكتوبر، يتوقع أن تكون بعض الأواقع والعواصف الرعدية الغير مستقرة على مناطق تنغير وتبانت أوكيبدن أوزميز إيمنشانوت، وكذلك التازنخت والتليوين وآس، وتساقطات مطرية على إيمنشيل وتوفيت وغورا، مع تساقطات رعدية قد تصل مناطق تندرارة ومناطق الجهة الشرقية لكن بشكل ضعيف. خلال الأيام القادمة، تشير نماذج الطقس العالمي إخواني الكرام لاحتمال عودة الاضطرابات الجوية مع دخول اضطرابات جوية محتملة إن شاء الله. يشير لها النموذج الأوروبي والأمريكي إن شاء الله بعودة الاضطرابات الجوية خصوصا يوم الثلاثاء. بالنسبة للنموذج الأمريكي، فيشير لاضطرابات جوية جد مهمة واحتمال الاقتراب منخفض. احتمال كبير إن شاء الله تعود الاضطرابات الجوية إلى المغرب منتصف شهر أكتوبر بإذن الله، نسأل الله الثبات. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، خصوصا للنموذج الأمريكي، فيشير لاحتمال تساقطات مطرية بإذن الله قد تكون جد مهمة على العديد من المناطق المملكة خلال يوم الاثنين 7 من شهر أكتوبر، واحتمال إن شاء الله تساقطات مطرية ودخول منخفض جوي أطلسي بحول الله. فهذه رغم أن التوقعات نسبيا بعيدة، لكن احتمال كبير، فكل النماذج تشير لاحتمال دخول منخفض جوي أطلسي في منتصف شهر أكتوبر. بالنسبة للمناطق المعنية، فهذه التحديثات قابلة للتغيير على مناطق تازة وتالا وتاونات، إفران سكورة من تاز وخنيفرة وزاوية الشيخ وتنفيت بني ملال والبروج وقلعة ستراغنو وبن قرير، وكذلك قدير بوشيبة ومراكش وكابدن أوزميز وأزيلال. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء، فيتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة على مناطق الناظور والحسيمة شبشاون إيساقن والدريوش كنول ساكا تاونات وزان قرية أبو محمد سيدي سليمان فاس مكناس تهالا تازا وقرسيف، وكذلك إفران وسكورة مداز فاس والماس خنيفرة وزاوية الشيخ، وتساقطات مطرية على بني ملال. ومن المتوقع إن شاء الله استمرار الأجواء الغير مستقرة على المناطق السواحل الغربية في الفترة بعد الزوال. والمناطق المعنية فهي كالتالي: تساقطات مطرية حاضرة على مناطق تطوان وسبتة وطنجة، وكذلك أصيلة والعرائش للا ميمونة وشفشاون وإيساقن إن شاء الله. وتساقطات مطرية متوقعة إن شاء الله على مناطق سيدي علال تازي والرباط وسلا وبن سليمان الدار البيضاء القارة برشيد الجديدة، شتاء على سطات ولاد فرج والوالدية وسيدي بنور. تساقطات ضعيفة على توفيت إيمنشيل وميدلت وسكورة مداز وتالا وكذلك قرسيف وربما المناطق الجهة الشرقية. ومن المتوقع كما تشاهدون منخفضات جوية عملاقة تتجه نحو المملكة. سنرى إذا كانت ستدخل إلى المملكة إن شاء الله خلال الأيام القادمة، ولله الحمد دخول منخفض جوي إن شاء الله ستؤدي إلى اضطرابات جوية، نسأل الله الثبات. والمناطق المعنية فهي تندرارة معتركة وطة الحاج عاطف وجرادة وجدة وبركان والناظور والدريوش والحسيمة وإيساقن وشبشاون ساكا وتازا هلا فاس وقرية أبو محمد مكناس الخميسات سيدي علال تازي الرباط وكذلك الدار البيضاء والماس وخنيفرة وتزم وخريبكة وزوج شيخ، وكذلك مناطق قلعة سرغنام
بني ملال، أزيلال، أكادير بوشيبا، ومراكش، أمزميز، وكيمدن، إيمنتانوت، وعيد داود. تساقطات محتملة مع احتمال اقتراب هذا المنخفض الجوي الهائل، كما تشاهدون المحمل بأمطار عاصفية إن شاء الله. نسأل الله يتجلى المملكة بدخول أمطار الخير وبركة بإذن الله، واحتمال كذلك هذه المناطق أن تشهد ربما دخول عواصف مدارية خلال الأيام القادمة. كل الاحتمالات واردة رغم أن تواجد هذا المرتفع الجوي الأزوري، رغم ذلك فالتوقعات ما زالت مبشرة باحتمال عودة المنخفضات الجوية الأطلسية في منتصف شهر أكتوبر بإذن الله، كما تشاهدون بتواجد هذا المنخفض الجوي. وإن شاء الله سنعطيكم تراكمات الأمطار المتوقعة بإذن الله خلال 10 أيام القادمة بحول الله. وبالنسبة لتراكمات الأمطار ل10 أيام القادمة، تشير نماذج الطقس العالمية لتراكمات مهمة على فاس قد تصل إلى 16 ملم أو 18 ملم، كما تشاهدون إخواني الكرام على فاس قد تصل 18 ملم، تهال 24 ملم، تازة 17 ملم، وساكا 12 ملم، توريت 6 ملم، وجرادة 8 ملم كتراكمات إجمالية للتساقطات المتوقعة أن تسقط بإذن الله. كذلك على وجدة 10 ملم، بركان 10 ملم، النضر 11 ملم، والحسيمة 9 ملم، وتطوان 7 ملم، وطنجة 7 ملم، أصيلة 9 ملم، والعرائش 9 ملم، لاله ميمونة 8 ملم، ووزان 8 ملم، قرية أبو محمد 11 ملم، ومكناس 13 ملم، الخميسة 8 ملم، إفران 16 ملم، وكذلك والماس إن شاء الله 12 ملم، خنيفرة 11 ملم، زوج الشيخ 16 ملم، وكذلك تونفي 12 ملم، خريبقة 7 ملم، بني ملال 11 ملم، قلسترانا متوقع 6 ملم، أكادير بوعشيبة 7 ملم، وكيفدر 6 ملم. وبالنسبة كذلك لمناطق الدار البيضاء قد تكون 4 ملم، وكذلك الرباط 4 ملم، الجديدة 2 ملم، برشيد 3 ملم، وكذلك القارة 5 ملم، وسطات 5 ملم، ولاد فرج ملم، وكذلك خريبقة 1 7 ملم، طنجة إخواني الكرام 7 ملم، وتطوان 7 ملم، كذلك أصيلة 9 ملم، والعرائش 9 ملم، وعلال ميمونة 8 ملم، وزان 8 ملم، وكذلك مناطق تونات 15 ملم بإذن الله، وكذلك مناطق قرية أبو محمد 11 ملم. يتوقع بإذن الله أن تكون هذه الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله على العديد من مناطق المملكة بحول الله. بالنسبة كما تشاهدون المنخفض الجوي الأطلسي القادم أو الذي في المحيط الأطلسي، منخفض جد قوي إخواني الكرام، وقد تصل إخواني الكرام كمية الأمطار المتوقعة إلى أزيد من 200 ملم إخواني الكرام في هذا المنخفض الجوي العملاق إن شاء الله المتواجد في المحيط الأطلسي إذا كان سيدخل إلى المملكة بحول الله. منخفض جوي كبير، فاحتمال إن شاء الله أن يمتد إلى المغرب خصوصا في منتصف شهر أكتوبر. منخفض جوي كبير بإذن الله سيتجه إلى المغرب أو في المحيط الأطلسي إذا كان سيدخل، سنرى في هذا الفيديو بإذن الله. فإن شاء الله نسأل الله أن يدخل إلى المغرب خلال توقعات الأيام القادمة بإذن الله. منخفض جوي كبير إن شاء الله كما تشاهدون، ما زالت توقعات إن شاء الله تشير لاحتمال دخول أول منخفض كذلك إن شاء الله أطلسي على المناطق التي ذكرنا لكم، واحتمال كذلك تواجد هذا المنخفض إن شاء الله أن يتأثر إلى المغرب في غضون إن شاء الله بحول الله على منتصف شهر أكتوبر بإذن الله. تحية طيبة للجميع.